السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. النهاردة معايا في موديل جديد. الموديل اللي معايا النهاردة موديل للصيف، ينفع تعمليه طقم معاه، كمان تعملي معاه شابو، يبقى طقم للصيف حلو جدا، للمية، للنادي، للبحر. شنطة عملية جدا طبعا، ممكن بعد كده تبطنيها لو انت حابة، وممكن ان انت تعملي بطانة خفيفة جدا ليها من جوه، بتبقى الشنطة شيك جدا. الموديل اللي معايا النهاردة عبارة عن قاعدة بيضاوية. بتعملي اي قاعده بيضاويه انت بتعرفي تعمليها، تمام. القاعده البيضاويه بتعمليها حوالي عندك هنا حوالي كم سطر؟ ادي 1 2 3 4 5 6 سطور، تمام. طبعا بتعملي المقاس اللي انت حباه والمقاس اللي انت محتاجاه. ممكن تعملي منها شنطه صغيره، تبقى شنطه كروس او شنطه كبيره، على حسب ما انت عايزه. انا هنا بعد ما عملت القاعده البيضاويه، هنا المفروض طبعا ان احنا بنقفل الشغل بتاعنا كده اهي عشان تبقى القاعده تمام، وبنبتدي نشتغل. الابره اللي انا بستعملها ابره 5.5، لو انت حابه تعملي اقل من كده بس عشان تبقى الغرزه مريحه معاكي اثناء الشغل، ما اعملش ابره رفيعه. هنا هرتفع بثلاث سلاسل بعد ما بخلص القاعده، برتفع بثلاث سلاسل. وبعمل ايه بقى؟ بصوا بقى، انا عندي هنا الغرز، ادي 1 2 3 4، بعد ادي 1 من بعد ارتفاع السلاسل، هنا ادي 1 2 3 4، وبدخل في الغرزة، باخد لفة كده اهي، 1 2 3 4، بدخل في الغرزة الرابعة من هنا كده، وابتدي ان انا اسحب الخيط لفوق شوية، واخد لفة تاني واسحب الخيط لفوق، واخد لفة تاني اهو واسحب الخيط كده. انا عملت الغرزة او البتلة الاولانية من الوردة اللي معانا. طيب فيها حوالي كام واحدة؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7، كل واحدة من دول هتبقى عبارة عن 7. باخد لفة واقوم سحباهم كلهم مع بعض كده في غرزة واحدة، وبعمل ايه؟ اعمل 1 2 3، ارتفع 3 سلاسل واخد لفة، وفي نفس الغرزة برضو اعمل نفس الكلام ده، 1 2 3 اهو، باخد لفة واسحبهم، واخد لفة واسحبهم اهي، 2 4 6 7، اخد برضو لفة كده واقوم سحبة الغرز كلها تاني، واعمل نحاول واحنا بقى بنشتغل نضيق شوية الشغل بتاعنا، يعني نمسك ايدينا شوية. ليه؟ عشان القاعدة بتاعتي تضم ويبقى الشنطة تبتدي بقى تبقى مضمومة. هاخد لفة تاني بعد ما عملت الثلاث سلاسل، هاخد لفة تاني واعمل برضو نفس الكلام، ادي 1 واخد لفة واسحب تاني، واخد لفة واسحب تاني اهو كده، واخد لفة واسحبهم كلهم من خلال غرزة واحدة. واعمل هنا، هنا بقى هعمل ايه؟ هنا هعمل سلسلة واحدة بس. يبقى انا كده عملت الوردة بتاعتي عبارة عن 7. زي ما وضحت كده، انا طلعت هنا من البداية بثلاث سلاسل، بعد كده عملت هنا الوردة بتاعتي تمام، اللي هي عبارة عن 7، بتعتبر عبارة عن 7 غرز، خدتهم مع بعض في غرزة واحدة، وبعدين ارتفعت بثلاث سلاسل، وكررت نفس الكلام، كل ده في نفس الغرزة في اول في الفتحة واحدة، وبرضو عملتها وعملت 3 سلاسل تاني، وعملت واحدة تانية بالظبط نفس الشكل. بعد كده هنعمل ايه؟ بعد كده هنرتفع هنا بسلسلة واحدة بس، وهنعد بقى اهي، 1 1 2 3 4، وهندخل هنا في الغرزة الرابعة، ادي 1 2 3 4، وهناخد لفة اهي، 1 2 3 4، وهندخل هنا وهنعمل عمود اهو. هنعمل ايه؟ عمود. طيب بعد ما اعمل العمود هعد برضو
زي ما احنا شايفين كده اهو. هعد 1 2 3 4 وهعمل ايه بقى في الغرزة الرابعة اهي. 1 2 3 4 هاخد لفة وهشتغل نفس اللي انا اشتغلته. ادي 1 واخد لفة تاني، اخد لفة كده لفوق، احاول ان انا ارتفع بالخيط على قد ما اقدر عشان الوردة تبقى باينة معايا، واخد لفة تاني كده وارتفع لفوق اهو، هيبقى عندي 2 4 6 7. اخد لفة واسحبهم كلهم في غرزة واحدة، وبعدين اعمل 1 2 3 تمام. الموديل ده بيبقى حلو جدا في الرافية بس، لانه بيبقى يعني في موديلات كده بتبقى معمولة لخيوط الرافية بس، حتى لو حبيت ان انت تعمليها بموديل تاني ما بتطلعش بنفس الشكل. عشان بس ايه، لان انا هتسأل السؤال دوت، ايه الخيط اللي ممكن اعمله بيها؟ بصراحة مفيش، هي بالرافية بس. بعد ما ارتفعت 3 سلاسل هاخد لفة وفي نفس الغرزة وهعمل 1 2 اهو، واخد لفة 3 مرات اهو، بقى عندي برضو 7 غرز، واسحبهم كلهم في غرزة واحدة اهي، وبعدين اطلع 3 سلاسل تاني. ادي 1 2 3 وبرضو اخد لفة وفي نفس الفتحة اعمل، ادي مرة ناخد لفة واسحبها تاني، تانية واخد لفة واسحب تاني اهو. يبقى انا كده سحبت اهو 3 مرات، الف واخدهم كلهم في غرزة واحدة، وزي ما قلنا الاخيرة نعمل سلسلة واحدة بس اهي تمام. بعد كده بعد 1 2 3 4 وادخل في الغرزة هنا وعمل عمود تمام. وبعد كده اخد لفة وعدت 1 2 3 4 وفي الغرزة برضو الرابعة اعمل نفس الكلام اهو، لحد ما يبقوا عدهم 7. اخد لفة اهو ويعمل 1 2 3 واخد لفة وفي نفس الغرزة، ادي مرة واخد لفة واسحب تاني، واخد لفة واسحب تاني اهو، لحد ما يبقى عندي 7 غرز، اسحب واخدهم كلهم في غرزة واحدة. وبعد كده هيبقى عندي سلسلة 2 3 وادخل في نفس الفتحة واعمل نفس الكلام. ادي 1 واخد لفة اهو واخدهم كلهم في غرزة واحدة، اخر واحدة بعمل سلسلة بس. بعد كده عد 1 2 3 4 وادخل اعمل عمود، عمود بلفة كده اهو. ده هيبقى الشكل اللي هو همشي عليه داير داير في الشنطة كلها. هفضل اشتغل لحد ما اوصل لهنا للبداية تاني. انا هكمل بالطريقة دي لحد ما اوصل لهنا، وبعد كده هقول لكم هنكمل بقيتها ازاي. انا كملت اهو السطر كله داير داير. نخلي بالنا من حاجة، لازم عدد الورد هنا على الناحية اليمين يبقى هو نفس عدد الورد اللي على الناحية التانية تمام. طبعا المقاس ده اصغر من الموديل شوية اللي هو معروض، لان احنا بنعمل منه مقاسات. حابة ان انت تعملي مقاس اكبر من كده، يعني بدل ما تعملي هنا مثلا 50 غرزة اعملي 100 تمام، على حسب ما انت عايزة حجم الشنطة. يعني كل ما بتكبري البداية بتاعت القاعدة بتاعتك كل ما الشنطة بتاعتك بتكبر. انا هنا خلصت اخر واحدة اهي. المفروض ان احنا هنا ارتفعنا 3 سلاسل، ال3 سلاسل دول يعني يعتبر كأنهم عمود، يعتبر كأنهم عمود. هدخل فيه وهقفل الغرزة بتاعتي
اهي، وهعمل كده، وهبتدي برضو ارتفع 3 سلاسل تاني، 1 2 3. طيب هنا بقى الشغل هيكون هنا ازاي، نركز بقى كده شوية. الشغل هنا بقى هيكون ازاي كده. هنا انا عندي اللي هما ال3 غرز دول، تمام. هعمل ايه، هدخل كده واشتغل فيها غرزة حشو، ادي 1 2، تمام. يبقى انا في الغرزة اللي هي فيها 3 سلاسل هعمل غرزة حشو، وهعمل 1 سلسلة، وهنعرف السلسلة دي بعد كده ايه فايدتها. هندخل برضو هنا تاني وهنعمل غرزة حشو اهو، وهندخل في نفس الغرزة تاني ونعمل غرزة حشو، ونعمل سلسلة، تمام. هاجي على العمود، هاخد لفة، وهدخل من العمود من النص من هنا كده، واعمل عمود تاني فوقيه اهو. هاجي على الاتنين اللي هي ال3 سلاسل اللي هنا، هدخل واعمل غرز حشو. نحاول ان احنا نشد ايدينا في الشغل شوية، بالذات هنا عشان انا عايزة الحتة دي تبقى سميكة، واعمل سلسلة، وادخل برضو على الغرزة اللي هي فيها ال3 سلاسل، وابتدي اعمل، ادي 1 2، واعمل برضو سلسلة، وادخل برضو على العمود اللي هو التاني، واعمل برضو فوقيه عمود تاني. تمام. بدخل برضو على هنا نفس الكلام، اعمل 2 غرزة حشو، 1 سلسلة، 2 غرزة حشو اهي، اظن سهلة، سلسلة، وادخل هنا على العمود من النص كده اهو، واعمل فوقيه عمود تاني. وهنكمل الشنطة بتاعتنا بالشكل ده لحد ما نوصل لاخر جزء عندي. لو لاحظنا هنا ان الشنطة هتبتدي بقى تاخد ارتفاع بقى كده لفوق عشان تبتدي تدور معايا، ولاحظنا هنا ان القاعدة الغرزة ابتدت باينة اهي من هنا لسه، كمان لما بنكمل كل ما بنكمل السطور كل ما بتبان اكتر. انا هكمل السطر وارجع اقول لكم هنشتغل السطر اللي وراها ازاي. انا كملت اهو السطر كله بالطريقة اللي انا شرحتها. طبعا زي ما قلنا كده هنبقى عندنا هنا اخر حاجة اللي هما ال3 غرز عواميد اللي انا عملتهم هنا، وقلنا ان دول بيعتبروا كأنهم العمود، وهنبتدي ان احنا نقفل الشغل بتاعنا بمنزلقة كده اهو، وناخد كده، وبرضو هنرتفع 3 سلاسل تانيين، ادي 1 2 3. طبعا المفروض تبقى الغرز اضيق من كده شوية، بس انا طبعا عشان انا عايز حابة ان انا اوريكو الطريقة اهي. هنا بقى احنا كنا سايبين في الغرز اللي قبل كده، كنا سايبين عملنا 2 هنا وعملنا 1 سلسلة. الواحدة سلسلة دي ياريت ما ننساهاش اثناء الشغل، لانها هتفرق جدا في الشغل لو انتي ما عملتهاش، وهتضطري تفكي من الاول خالص. طيب هنا انا عملت هنا ال2، عندي بقى السلسلة هنا، هاخد لفة، هدخل من جوه السلسلة، وهبتدي اكرر السطر الاول اللي انا عملته كله تاني، اخد لفة واخرج، اخد لفة واخرج، لحد ما يبقى عندي برضو 7، واخدهم من خلال غرزة واحدة، واعمل 3 سلاسل، 1 2 3، واخد لفة، ونفس الفتحة بتاعت السلسلة اللي انا عملتها من السطر اللي فات، واعمل نفس الكلام اهو،
والف واخدهم مع بعض في غرزة واحدة، واعمل واحد اثنين ثلاثة، واخد لفة وفي نفس الفتحة. معلش الخيط الرافية بيبقى ليه صوت كده شوية، اهو واحد ادي اثنين. قلنا لما يبقى عندي هنا سبع غرز على الابرة اسحبهم كلهم في غرزة واحدة، اخر واحدة بعمل غرزة واحدة بس. طبعا هنا عندي العمود، اطلع فوقيه بالعمود زي ما انا مشيت في السطر الاولاني، بس هنا بقى خلاص مش هعد اربع غرز ولا حاجة، انا هنا هعمل ايه، هدخل في السلسلة اللي انا سايباها من السطر اللي فات، واخد لفة واخرج كده بالشكل ده، وهبتدي بقى اكرر نفس الشغل ده كله تاني، اهو يبقوا سبعة، اخدهم واعمل ثلاث سلاسل، ادي واحد اثنين ثلاثة، وادخل برضو من هنا كده تاني اهو، تقريبا كده خلاص الغرزة وضحت معايا، ادي واحد اثنين ثلاثة، وفي نفس الفتحة اعمل برضو نفس الكلام اهو، واسحب كده واعمل غرزة، وبعد كده ادخل في العمود، وبعد كده اعمل نفس الكلام هنا في الوسط في السلسلة اللي هي عندي من النص، افضل اشتغل كده. بصوا اهي ابتدت اهو شكل الغرز يبان معايا اهو، كل واحدة فوق التانية. طبعا بتفضلي بقى تشتغلي، وبعد كده هنكرر السطر التاني اللي هو بنعمل فيه في الثلاث سلاسل، بنعمل غرزتين حشو سلسلة، غرزتين حشو سلسلة عمود، تفضلي تكملي بالشكل ده لحد ما الشنطة تخلص. لو لاحظنا هنا، ان الشنطة ابتدت تعمل معايا اهي، ابتدت ان هي تظبط معايا، انا مش محتاجة القعدة قوي، انا محتاجة بس ان انا الغرز اهي زي ما احنا شايفينها كده، لما بتخلص بتبقى شكل الشنطة شيك جدا وجميلة جدا. وحوريكو برضو ازاي نركب الايد، او حوريكو ازاي نعمل الايد، الايد برضو سهلة جدا، هحاول ان انا اوريها لكم في خيط يكون فاتح شوية، بس هي الغرزة سهلة وجميلة جدا تمام، وهقول لكم برضو ازاي نركب الايد. كمان في حاجة، لو انت حابة تبطني الشنطة ديت ممكن تبطني الشنطة هنا بالقاعدة بتاعتها بالبوري، لو انت مش عايزة ان الغرز تبان، بس هي من حلاوة الرافية ان هي بتبقى لازم الغرز فيه تبقى باينة كده، لان الشنطة دي بتعتبر شنطة خفيفة، يعني بتبقى الناس شايلاها كده بيحبوها جدا ان هم بياخدوها كمان معاهم في الشنطة، فبتبقى خفيفة اهي. ادي شكل الغرزة بتاعتنا، هنكمل لحد ما بنوصل للشنطة المقاس اللي احنا حابينه، وهنركب بعد كده الايدين. طبعا المفروض اللي هو السطر اللي بعد كده ان احنا بنكمل السطور بتاعتنا زي السطر التاني اللي احنا عملناه اهو، ان احنا بنعمل في كل واحدة من ثلاث سلاسل بنعمل اثنين غرزة حشو اهو سلسلة، السلسلة دي اهم حاجة في الموضوع كله اهو، قلنا اخر حاجة هنا اللي هو العمود دي بتعتبر كأنها غرزة، هنا طبعا في عندي هنا واحدة بقفل بمنزلقة. طيب طبعا احنا هنمشي بقى بالشكل ده لحد ما الشنطة كلها تخلص، بعد ما بتخلصي الشنطة بتيجي على اخر سطر
وبتعملي بعد كده غرز حشو عاديه خالص عشان تبتدي بقى ان انت تقفلي الشنطه بتاعتك. اهي بتعملي بقى غرز حشو كده بس في كل واحده من دول بتعملي غرزه حشو غرزه حشو غرزه حشو لحد اخر الشنطه. تمام. بعد كده هنعمل الايد. برضه هقول لكم هنا الايد ممكن نركبها ازاي. في البدايه احنا لو حابين نعمل ايد الشنطه كل ما يكون عندك عايزه يعني ايد الشنطه يبقى اعرض او اجمد زودي عدد خيوط الرفي، يعني بعد ما تخليها 2 اعملي 4. تمام. انا هنا هعمل بيه 2 بس. اول حاجه هعمل على الابره اهي، هعمل سلسلتين كده. تمام. هذه اول واحدة هاخدها وهعمل في الغرزة التانية او في السلسلة التانية هدخل فيها اهي. اهي. واسحبها. هيبقى عندي كده غرزتين على الابرة. وبعدين اسحبهم في غرزة واحدة. هدير الشغل للناحية التانية اهو. عندي غرزة هنا اهي هدخل فيها عشان ابتدي اكون الكورد بتاعي اهي. اول واحدة هنا هسحبها هيبقى عندي على الابرة غرزتين، وبعدين اسحبهم من خلال الاتنين دول من خلال غرزة واحدة. برضو هدير الشغل على الناحية التانية. انا عندي هنا لما اجي بشتغل ادي غرزة وادي غرزة، دول هدخل فيهم هما الاتنين، ادي واحدة وادي التانية. هيبقى عندي على الابرة كده كام غرزة؟ هيبقى عندي على الابرة 3 غرز. هاخد لفة واطلع الابرة من خلال الغرزتين الاولانيين، وبعد كده هطلعهم من خلال الغرزتين التانيين في غرزة واحدة بس اهي، والف الشغل بتاعي تاني. برضو هنا هيبقى عندي ادي غرزة وادي غرزة، هاخدهم على الابرة بتاعتي اهو. خلي بالنا ان الخيط الرافية بيبقى فيه حتت منه باقية، نحاول ان احنا نبقى واخدين الخيط مع بعض كله اهي. هاخد اول 2 برضو مع بعض، وبعدين اخد لفة واسحبهم من خلال غرزة واحدة. نفس الكلام هفضل اكرره في كل مرة، ادي واحدة وادي الغرزة التانية، واخد برضو اول 2 مع بعض بالشكل ده لحد ما هيتكون معايا اهو. ادي اول واحدة وادي التانية اهي، هاخد اول 2 مع بعض وبعد كده ولف الشغل. هفضل اشتغل بالطريقة دي لحد ما الحبل عندي كله يبقى جاهز ان هو يبقى ايد للشنطة. هيبقى حوالي تقريبا 65 سنتي. طبعا وليكي برضو حرية الاختيار، لو انت عايزة تكبري الحبل اكتر من كده عايزاها اطول من كده اعملي بقى، ما فيش ايه مشكلة اهي. كل مرة تقلبي الشغل على الناحية التانية وتاخدي اول الغرزتين اللي هم على الجنب دول اهي، ادي واحدة وادي التانية، تطلعي من خلال من اول غرزتين بغرزة، وبعدين تاخدي لفة ويطلعي بغرزة. تفضلي بقى تعملي الشكل ده اهو لحد ما هيبقى عندك الكورد في النهاية بالشكل ده. ده هتبقى ايد الشنطة بتاعتنا. حابة ان انت تعملي الخيط اتخن من كده مفيش مشكلة، زودي عدد الخيط في الشنطة بتاعتك. تمام. طيب نكمل هنا. بعد ما بتخلصي شغل الايد كله تمام، هي بتبقى حوالي 65 سنتي، بتعملي 2 من نفس الشكل ده بنفس المقاس. تمام. وبتبتدي ان انت تجيبي ابرة وخيط وبتخيطي من هنا، وممكن تحطي مثلا هنا
خرزة، او تحطي مثلا اي شكل انت حباه للشنطة بتاعتك، تمام. وبيبقى شكلها بالشكل الورود الجميلة دي، تمام. اتمنى يكون شرح الغرزة سهل، واتمنى تكون الشنطة سهل، واتمنى ان انتوا تجربوها. اتمنى ان انتوا تدعموني بالاشتراك واللايك والشير، واتمنى ان انا اقدم لكم كل جديد موجود. والى لقاء تاني باذن الله في موديل جديد ان شاء الله. هنعمل للشنطة دي برضو شابوه حلو قوي للصيف معمول، هنزله ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.